هاي بنات، فيديو النهارده من اكتر الاسئله اللي اتسالتها في حياتي: ازاي اتجوزتي واحد اجنبي؟ النهارده انا جايه اكلمكم عن تجربتي الشخصيه. هي صراحه الجواز من حد اجنبي هو ما حصلتش بالصدفه، انا كنت مخططه، انا كنت عايزه اتجوز من رجل اجنبي بصراحه. من وانا عندي 12 سنه مفعوصه صغيره كنت بقول دايما لاهلي انا لما اكبر هتجوز واحد اجنبي والف العالم معاه. صراحه كانوا بيضحكوا عليا بيقولوا ايه الهبله المسخوطه اللي عماله تتكلم عليه الجواز وهي عندها 12 13 سنه. وقتها كنت بتفرج على التلفزيون والموفيز كتير جدا، وكان عندي باشن بالسفر وعامل ادفنتشر، فكنت دايما بشوف الصفات دي موجوده في الرجل الاجنبي مش في الصفات الناس اللي حواليا موجودين حواليا بصراحه. يعني فيديو النهارده بالنسبه لي غريب اتكلم عنه، بس انا حابه اكلمكم عن تجربتي بما ان احنا اصحاب، ممكن حاجه وانا بحكي عنها تفيدكم وتقدروا تستفيدوا منها، وخاصه البنات اللي بتعمل معايا كول 1 تو 1 بتكلمني عايزه ترتبط من حد اجنبي او اي حد جنسيه اخرى او حتى الجنسيه بتاعتها، بس عايزه تتفادى المشاكل اللي بتحصل في اول العلاقه. انا الحقيقة بعد تجربة واثنين وثلاثة مع الرجل المصري اكتشفت ان هو لا يناسبني تماما، مش عشان هو وحش وانا حلوة او انا حلو انا وحشة وهو حلو، لان في بنات كتير جدا بعتت لي تقول لي اعملي مقارنة ما بين الرجل المصري والرجل الاجنبي. انا شايفة ان الفيديو ده ملوش اي لازمة، انا مش جاية يعني اعيب في الشعب بتاعي او في الرجل المصري او في، هي صفات تمام، هي تجربة شخصية، هي طبيعتك او طبيعتي، فانا بختار الحاجة اللي تناسبني. مش معنى في ناس كتير جدا من نفس الجنسية او رجل مصري وعايشين حياتهم كويسين، بس دي اقلية قوي، وفي ناس كتير بتاخد من اجنبي وبرضو مش بيستمر العلاقة. فانا بالنسبة لي انا كنت عايزة حاجة معينة وسعيت ليها وحطت لها خطة، فانا جاي اقول لكم انا عملت ايه عشان اتجوز من رجل اجنبي في الفيديو ده. اول حاجه، عشان انا بعد ما خلاص قلت خلاص مره واثنين وثلاثه مش خلاص مش عايزه ارتبط بحد مصري، رابع شخص اتعرفت عليه كان حد اجنبي، ما برضو ما حصلش نصيب. مش معنى ان هو حد اجنبي همسك فيه وان هو خلاص، لا، انا عندي عقل، انا كنت عايزه بدور على علاقه جديه تبتدي بالجواز ونكمل حياتنا مع بعض. فكنت متعقله جدا في خياراتي، مش اي حد راجل اجنبي. انا يعني تواجدت في الاماكن اللي هم بيبقى فيها اجانب، فهي دي كانت بدايه الخطه او السر المفتاح. انا لو عايزه ارتبط بحد جنسيه اخرى اعمل ايه؟ اول حاجه اشوف عندي يعني ثلاث او اربع اوبشنات هقول لك بالتدريج تمشي عليها. اول حاجه، لو انت يعني ظروفك صعبه ومش عارفه تخرجي ومش عارفه تسافري ومش عارفه يعني تروحي اماكن جديده غير المكان اللي انت عايشه فيه، دايما هتلاقي في مدينتك سواء قنصليه سواء مكان تورستي قوي السياح دايما بيقعدوا فيه، حاولي تتواجدي في الاماكن اللي بيتواجد فيها السياح، تعملي يعني علاقات صحوبيات، تتعرفي على الاصحاب اللي بيعرفوا اجانب وتخرجوا وتتفسحوا في جروب كبير، تتعرفي على الاجانب، تشوفي اصلا اي شخصيه يعني قبل ما تدوري على حد اجنبي بتشوفي الشخصيه او الجنسيه، الشخصيه قبل الجنسيه كمان، الجنسيه مش مهمه خالص، هي الشخصيه اللي تناسبك مش تمثلك، تناسبك وتمثلك برضو. يعني انت يعني ما تحاوليش ان انت تختاري حاجة مختلفة عنك تماما، لان انت مش هتعرفي تكملي معاه. انت عايزة حاجة زي كده ماشيين مع بعض، في تجانس، في تواصل، في تلاقي ارواح. فروحي، انا مثلا من اسكندرية كان في مكان المعهد الفرنسي، القنصلية البريطانية، القنصلية الاسبانية، القنصلية التركية، دايما بيبقى في كافيهات في الاماكن دي. لما كنت تروحي تعلمي لغة هتتقابلي مع الناس دي، لما هتلاقي في حد من اصحابك كده دايما يعني مقطع السمكة ودينها مع الاجانب، عارف الاجانب، اتصاحبي على الناس دي، خليكي في الكوميونيتي بتاع الاجانب.
حاولتي. وانا في الاول ما كنتش عارفه اسافر واطلع، فكنت بتواجد في الاماكن دي، ما لقيتش حد مناسب. بعد كده انتقلت للخطه بي. الخطه بي ان انا قعدت ادور في الاماكن، البلاد جوه بلدي اللي بيتواجد فيها اجانب بصفه اكتر بعدد اكبر. فانا من مصر، فكان عندي دهب وكان عندي شرم الشيخ وعندي الغردقه، ف كان عندي كذا بلد اقدر اقعد فيها، وفي يعني في مدن تانية فيها اجانب كتير. بس كان بالنسبه لي دول اللي بفكر فيهم، لان انا ما كنتش رايحه عشان الاقي فارس احلامي وخلاص. انا برضو كنت عايزه اعمل حياه، انا كنت عايزه اعمل البيزنس الخاص بي. فاخترت مدينه دهب، لان دهب مدينه ساحليه يعني قدام البحر والجبال، فيها الطبيعه خلابه جميله. فانا كنت عايزه يعني اعيش حياه جنب الطبيعه، عايزه اروح الجيم بتاعي، عايزه اعمل البيزنس الخاص بي هناك ابتدي، لان هي بلد لسه صغيره ما فيهاش بزنس كتير. فكانت فرصة بالنسبة لي ان انا ابتدي البزنس بتاعي في بلد لسه صغيرة فيها كمية اجانب كبيرة جدا، فكانت دي بالنسبة لي ميزة. بلس ان وقت ما انا بعمل البزنس احتكيت باجانب كتير، وفعلا اتقابلت مع زوجي ادي في الفترة دي، هو كان كلاينت عندي. بعد كده كنا يعني وقعدنا 3 شهور على الموضوع التطور، يعني احنا قعدنا 3 شهور مع بعض. هو ككلاينت عندي، انا دكتورة بيطرية، هو كان عنده حيوانات اليفة، كان بيجيب لي الحيوانات القطط والكلاب بتوعه يتعالجوا في العيادة عندي. انا وقتها كنت مركزة مع نفسي، كنت حاطة كرون استشعار كده مشغلاها ان انا عايزة ارتبط والاقي الحب حياتي، بس يكون جنسية اخرى، عقلانية اخرى. يعني هي الفكرة اختيار حد اجنبي، ان انا كنت عايزة ثقافة جديدة، كنت عايزة اطلع من الثقافة اللي انا يعني يا جماعة اتولدت في مكان في بيئة مش شبهي، وده مش عيب اللي انا اقوله. انا شخصيتي ودماغي وتفكيري وطموحاتي ما كانتش كانت اكبر بكتير جدا من القالب اللي طلعت فيه واتولدت فيه. فقلت انا واحده كبيره عندي كميه كافيه من الخبره والتعليم والشهادات ان ابتدي البيزنس الخاص بتاعي. ففلترت البلاد اللي فيها اجانب، وكانت مدينه دهب اكتر حاجه بالنسبه لي عشان ابتدي اعيش حياتي بشكل طبيعي صحي. اللي انا كنت يعني انا كان عندي كذا هدف، مش بس ان انا اروح اتجوز او اتقابل مع حد اجنبي، لا، انا كنت عايزه اعيش حياتي، اروح الجيم، اعمل البيزنس، وانا بعمل حياتي بشكل صح، بشكل هيلثي، بشكل بيرفكت على حسب اهدافي، وانا عايشه حياتي اتقابل مع الشخص. اهم حاجه وانتي يعني عندك هدف ان انتي ترتبطي بحد اجنبي، ودي دايما بنصحها للبنات في الكولز 1-to-1 اللي انا بعملها، لو حابين تحجزوا معايا كول هتلاقوا اللينك على الانستجرام بتاعي. بنات بتبعت لي عايزه ترتبط بحد اجنبي، او فعلا في حد في حياتها اجنبي بس في تصادم واختلافات ما بين الثقافات، وبيتكلموا معايا يعني عايزين ياخدوا خبرتي في الموضوع ده. طبعا يا جماعه لازم انت يكون نفسك عندك هدف ليكي شخصيه. اول حاجه لازم تكوني انانيه وتحبي نفسك، وده مش عيب. لازم تشتغلي على نفسك كتير جدا، لازم يكون عندك هدف، لازم يكون عندك مادياتك الخاصه، لازم تكوني قويه، لازم تكوني مثقفه، لازم تكوني رياضيه، لازم تكوني بتعرفي تطبخي، بتعرفي تعملي كل حاجه. انت ككون، انت مش محتاجه راجل يجي عليكي يكملك، هو هيبقى اضافه عشان يخلي الحياه احلى. يعني الاجانب كمان لو هترتبطي بحد اجنبي هتحس ان الاختلافات هتبقى كبيرة جدا، ولازم تكوني ذكية في التعامل وتعرفي ازاي تكسبي في كل حاجة، لان هتلاقي في اختلافات كتيرة جدا في العادات وعدم تفاهم كتير في الاول، وكله ناتج عن سوء التفاهم. في بنات كتير بتتقابل مع اشخاص اجانب بيحصل تصادم بسبب اختلاف العادات والتقاليد وي 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 وي، وبيحصل يعني تضارب جامد. انا مش شايفة ان هو اساسا توصل الموضوع للتضارب الجامد ده. لازم الاول تكوني محضرة نفسك كويس جدا لو حابة ترتبطي بحد اجنبي. اهم حاجة لازم تشتغل على نفسك، لازم يكون عندك هدف، لازم يكون الشخص ده عارف ان انت كاملة متكاملة، انت مش محتاجاه، هو جاي في حياتك كده عشان هو اللي محتاجك مش انت اللي محتاجاه.
تالت حاجه حابه اتكلم عنها، لو انت خلاص ما لقيتيش في بلدك وروحتي بلد جنب بلدك ما لقيتيش حد، هتضطري تسافري وتروحي تتعلمي تكملي تعليمك في 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 انجلترا، في المانيا، في استراليا، في كندا، لو انت مرتاحه ماديا ومادياتك كويسه يعني جو اهيد، وهتقدري تتقابلي مع حد يناسبك. بس لازم برضو تختاري الشخص المناسب. اعرفي ان انت مثلا لو انت اتقابلتي مثلا مع حد مع بار في البار، انا مش عايزه اكمل حياتي مع حد مقضيها في البارات. وبرضو انت مش هتلاقي واحد اجنبي مقطعها في المساجد، يعني فاهماني؟ انت هتلاقي الشخص، لازم انت تكوني فاهمه نفسك وعارفه نفسك وعارفة ايه اكتر اماكن انت بتحبي تتواجدي فيها. انا مثلا بحب اتواجد في الجيمات كتير جدا، فكان يعني اكبر حلمي ان انا يعني كان في مخيلتي يعني ان انا لما اتعرف على حد هتعرف عليه في الجيم، لان انا كنت دايما بختار ان انا اروح جيمات الفايف ستار، ودايما جيمات الفايف ستار بيبقى فيها اجانب. يعني مثلا انا لما كنت في اسكندرية في مدينة جوه مصر كان في جيم الهيلتون فندق ومشهور جدا، جوه فندق الهيلتون في فيتنس كلاب، في جيم صغير، كنت بشترك في الجيم ده، وكان الجيم ده مليان اجانب. ودي برضو فرصه زي ما قلنا في الاول، القنصليات او الكافيهات اللي بيقعد عليها الاجانب او الاماكن اللي فيها تورست كتير جدا تواجدي فيها، تقدري تتواجدي في الجيمات لو انت حد بيحب الرياضه او كده، تتواجدي في الجيمات اللي بيبقى فيها اجانب. وبرضو دي فرصه ان انت تتعرفي على حد هناك، حد بيحب الرياضه، ففي الغالب بيكون عقله نضيف. بس برضو لازم تتاكدي ان الشخص ده مش مقضيها هلس وبارات، لان انت مش هتقدري تعيشي مع شخص ده، العلاقه هتفشل فشل ذريع. فما تحطيش نفسك في منطقه الخطر وبعد كده ترجعي تندمي وتقولي يا ريتني ما كنت عملت ده. رابع اوبشن بصراحه حد من اصحابي جربه وارتبطت من خلال يعني الطريقه دي، هو تطبيقات، يعني مش عايزه اذكر اسم التطبيق، بس انا عندي اتنين اصحابي اتعرفوا ومخطوبين دلوقتي، واحده فيهم اتجوزوا، واحده يعني مخطوبه لحد اتعرفت عليه اجنبي من خلال التطبيقات اللي هي التعارف والكلام ده. مش عارفة يعني خبرتي في الموضوع ده بالنسبة لي يعني مش trustworthy او ان انا اثق في الموضوع ده، لان في الغالب هيكونوا يعني اللي موجودين على التطبيقات دول بيبقوا يعني double face او مزيفين او حد ناس لعبيين. انتي انا جاي اكلمك على زواج من حد اجنبي لو انتي حابة العلاقة تستمر، في حتة ان انت تتعرفي على حد خلال تطبيق ده بتبقى نسبة ضعيفة شوية قوي، فمش عارفة يعني الموضوع هيكمل ولا مش هيكمل، وخاصة لو انت شخصية ضعيفة او شخصية سوري مش ضعيفة، لو انت شخصية مش بتعرفي تقري اللي قدامك وتفهمي شخصية الرجل اللي قدامك هتضيعي، وممكن يعني تروحي في مواويل تانية. فلو انت مش شخصية قوية مدردحة عارفة ومقطعة السمكة وديلة وعارفة الشخص تقدري تقري الشخص اللي قدامك، جربي التطبيقات. لو انت شخصية مالكيش يعني مش بتعرفي تنجحي في العلاقات ومعندكيش اللي هي حتة اللي انت تقري الرجل، لا انصحك ان انت تبعدي عن حتة التطبيقات دي خالص، لان في الغالب لا هتيجي معاكي بطريقه عكسيه او سلبيه. فاحمي نفسك اولا، حافظي على نفسك، عندك مبادئ، عندك اهدافك، عندك حياتك امشي عليها. اي حد بعد كده يجي كماله عدد، انت كامله، انت اناف، واللي هيجي يبقى عارف ان انت كامله وان انت اناف وان انت بس واخده كده زياده عدد. لازم تكوني قويه بنفسك، نفسك لازم تكوني قويه بشخصيتك. حلو ان انت تتجوزي شخصيه اخرى بتحسوا كده زي الفلفل والشطة فيها اختلافات، وخاصة ان انا كان حلمي ان انا اسافر واتفسح واشوف العالم، والحمد لله انا بحقق ده دلوقتي، وانا وجوزي ادي بقى لنا سنة ونص، داخلين على سنة ونص متجوزين،
بصراحه هو شخص جدي جدا، هو من الاول كان واضح وصريح وانا كنت واضحه وصريحه وضوح الشمس، دي كانت شخصيتي وده انا. وهو لغايه دلوقتي بيقول لي يعني انتي ما اتغيرتيش، انتي زي ما انتي من ساعه معرفتك. وهو بيقول لي اصلا من يعني من اول مره شفتك فيها لقيتك شخصيه جديه، شخصيه قويه. زي ما قلت لك هو كان كلاينت عندي، فكنت بكلمه منتهى يعني بروفيشنال يعني. فهو حب ده فيا، حب جديتي، حب وضوحي، حب صراحتي، حب التزامي، حب ان مثلا انت فين دلوقتي؟ انا في الجيم. طب ايه رايك اعزمك على العشاء؟ لا النهارده انا مشغوله، انا عندي شغل، انا عندي كورس اونلاين، دايما مشغوله، عندي حاجات خاصه بيا. فهو كان بيعمل كده، بيشوف انا بعمل ايه. انا شخص كده يلا نسهر، يلا نخرج، يلا 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 يلا. انا اخترت يعني، انا من الحاجات اللي اعترف بيها ان انا اخترت الشخص الصح اللي يناسب شخصيتي. انا شخصيه بحب النجاح، بحب البيزنس، بحب اشتغل على نفسي، عندي كذا بيزنس شغاله عليه، شخصيه تقيله، مش شخصيه هوائيه نروح ونيجي، مش بحب السفر، سوري مش بحب السهر، بموت في السفر، مش بحب السهر، ما بحبش اروح الكافيهات، ما بحبش اتقابل مع ناس كتير. يعني انا بحب اصحى يكون عندي الروتين بتاعي، العب الرياضه بتاعتي، اشتغل البيزنس بتاعي، اقرا في كتبي، اتعلم، اتثقف، اطبخ لنفسي اكلي في البيت، احب اكل البيت، نخرج ناكل بره من كل حين ومين. ويعني وبحب دايما اكلي لان انا عامله لايف ستايل صحي، فبثق في الاكلات اللي انا بعملها. فده انا قبل الجواز وده انا بعد الجواز. فلو انت يا حبيبتي ناويه تتجوزي من حد اجنبي، انصحك ان انت اول حاجه تشتغلي على نفسك، لازم يكون عندك روتين، لازم تكوني قد حالك، لازم يكون عندك مادياتك وقويه، تكوني واثقه من نفسك، ما تبقيش زي اي حاجه كده يقدر يتخلص منها في اي وقت زي ما هو عايز. لازم تكوني قويه، لازم هو اللي يجري وراكي وهو اللي يعمل مجهود عشان يكسبك. يعني من الحاجات اللي انا لاحظتها في البنات اللي بيتكلمني كول 1 تو 1 ان هم بيبقوا خايفين، ان هم طب العادات، طب الثقافه، اختلاف ايه هو ده؟ انا انت عايزني على كده اهلا وسهلا، مش عايزني اشوف غيرك وباي باي، ما عنديش اي مشكله. اللي يجي ويروح نجيب غيره. يا بنات اوكو، اعرفوا لو انتوا بتكلموا حد مهزوزين ومن جواكوا خايفين وخايفه تضيعي الشخص ده، هيضيع هيضيع، بس بعد ما انت تزعلي وتتعبي وتعيطي وتحسي ان انت مقهوره. ويا بنات دي كانت قصتي في ارتباطي من رجل اجنبي، اكيد في تفاصيل كتير ودهاليز كتير في النص، بس انا كنت يعني حابة اتكلم عن الموضوع سريع سريع وعشان ما اطولش عليك الفيديو. لو عندكم اي استفسارات او اسئلة اكتبوها لي في الكومنتات تحت وانا هرد عليكم. ولو حابين تحجزوا معايا كل وان تو وان، عندكم مثلا مشكلة في علاقة او حابة ترتبطي بحد وفي مشاكل، ممكن تعملي معايا تحجزي معايا كل وان تو وان، هتلاقوا اللينك موجود على الانستجرام. اتمنى فيديو النهاردة يكون مفيد بالنسبة لكم واستفدتوا، ولو حسيتوا انه فعلا مفيد شيروا لاصحابكم البنات عشان نستفيد كلنا مع بعض ونكبر كلنا سوا. وشغلوا او فعلوا جرس الاشعارات عشان يوصلكم كل جديد، كل فيديو بنزله على قناتي. انا بنزل فيديوهين كل اسبوع، واحد يوم الاثنين دردشة بنات، واحد يوم الجمعة عن السفر بتاعي انا وزوجي ادي، بنسافر ونلف العالم. وما تنسوش تعملوا فولو للانستجرام بتاعي عشان تشوف يومياتي في السفر والرياضة والبزنس بتاعي وازاي برتب حياتي والروتين بتاعي. على كل ده بنزله ستوريز على الانستجرام، فاعملوا فولو. اشوفكم في فيديو جديد، باي باي.